بسم الله نستعين بالله نتابع البيان السياسي. المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة أصحاب المعالي والسعادة، سيادة رئيس الاتحاد البرلماني. بداية، تم انتخاب الأستاذ زهير صندوقة ممثل الشعب البرلماني في تساؤلات الأعضاء، وقد لخصت اللجنة إلى التوصيات التالية: تحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشعب الشجاعة وممارسة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السلم المنازل الأفضل.